تختاروا ايه؟ نختار مهرجان برلين بقى. ما انا ما سمعتش صوت استاذ طارق الشناوي بقالي كتير. طيب النهارده مهرجان برلين يختتم فعاليات او وقائع دورته ال 73، الدوره اللي بدات يوم 16 فبراير 2023. حفل التوزيع النهارده في برلين، واحد من اهم واقوى وافضل المهرجانات السينمائيه على مستوى العالم. طب عايزين نعرف ايه اللي حصل بقى في مهرجان برلين والجوائز وما الى ذلك. ناقدنا وكاتبنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي، اهلا 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 يا استاذ طارق. اهلا 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 استاذ يوسف، طولت انا حبتين، ازاي حضرتك وحشنا. تمام والله انت اكتر، معلش احنا كان المفروض الاسبوع اللي فات بس ما حصلش توافق في التواصل. تتعوض والجايات كتير باذن الله. اتعوضت هي في الختام، كنا المفروض في الافتتاح فانتقلت للختام. جميل. أيوه. برضو صحيح، قول لنا على ما يحدث في مهرجان برلين وبرلين عموما بشكل عام، يعني نلقي ضوء على الحالتين، برلين بشكل عام والمهرجان بشكل اكثر خصوصيه. بص لنكن صرحاء، لم يكن المهرجان، وده مهم قوي، في افضل حالاته كاختيارات افلام. يعني انا بحضر المهرجان ده على الاقل 12 دوره ورا بعض. طبعا في دورتين او لا، في دوره ما قدرناش نحضرها اللي كانت افتراضيه، لكن بسبب كورونا طبعا. طبعا. كويس، لكن الحقيقه انه السنه دي لم تكن اختيارات جيده. اختيارات لانه في تغيير حتى في القيادات. أوكي. في مهرجان برلين، قيادات المهرجان، ولكن الشيء الملفت انه كان في افلام مرشحه بقوه للجوائز. ايوه. لم تحصل على شيء، وكان شيئا لم يكن. مثلا زي فيلم اسمه حيوات اخرى، ده فيلم كوري، طبعا لما نقول كوريا يعني كوريا الجنوبيه، لان الشماليه ما بتعملش سينما، ما بتعملش حاجه. كويس. ده كان مرشح بقوه، هو فيلم امريكي ولكن امريكي الجنسيه يعني، ولكن كوري الروح والمخرجه واللغه كمان الكوريه متسيده. ده مثلا كان مرشح. في فيلم كمان ايضا كان فيلم استرالي كان مرشح للجائزه بقوه، اسمه بقاء اللطف. بقاء اللطف. برضو ده طلع تماما، ما كانش شيء لم يكن. لكن بقى الشيء الايجابي ان امبارح، وكان واغلب الناس بتمشي، انت عارف الناس عاده ما بتستناش للاخر. امبارح كان في عرض بالليل حوالي الساعه 8 لفيلم تسجيلي طويل. كتير حتى من الناس ما كانتش متوقعه، بس انا كان حضرت الفيلم اللي هو بيتكلم عن مستشفى لعلاج الامراض النفسيه والعقليه، اسمه في ادمانت. ادمانت دي مستشفى قريبه من نهر السن الفرنسي في باريس. بيدخل المخرج الى المستشفى وبيقدم حالات متعدده للابطال اللي هم واقعيه، يعني عايز اقول ده فيلم تسجيلي واقعي. انت امام قدره مخرج على ضبط الايقاع، على الانتقال من حالة إلى حالة، أيضا أنك أنت بتتنافس مع أفلام رسوم متحركة ومع أفلام أو إنيميشن يعني، ومع أفلام أيضا روائية. المخرج نفسه، وحتى أنا كاتب بكرة عن الفيلم قبل طبعا إعلان الجوائز، حسيت أنه هو يستحق، خد فعلا الدب الذهبي. يعني يمكن هو كان آخر حاجة عرضت للجمهور وللنقاد، لكن هو كان الاكثر اهميه. المخرج لما خد الجائزه بص لجنه التحكيم قال لهم انتوا مجانين. يعني طبعا هو بيهزر، هو المخرج الفرنسي يعني لم يتصور ان فيلم ممكن يتفوق على كل هذه الافلام المشاركه. لكن الحقيقه لو كان المقياس بالتصفيق في دار العرض، انا شاهد عيان على انه اكثر فيلم حظى بتصفيق من الجمهور لصدقه في تقديم الشخصيات. طبعا هو بيرد على، تعرف دايما احنا المقولة الشائعة اللي توارثناها من جيل لجيل، يقول لك الفنون جنون. وبنربط دايما الفن بالجنان يعني، وده رأيي انه الفن ذكاء طبعا، بل عبقرية طبعا.
تعبير الجنون ده تعبير مش منطقي، حتى لو دارت الأعمال دي لو شفناها داخل مستشفى أمراض عقلية. لكن 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 هنا لا يعني جنون برضو. هم عباقرة في حتى طريقتهم في الحوار، في انتقالاتهم من حالة لحالة، في إبداعاتهم. فده طبعا كان فيلم مفاجئ قوي، لكن بالنسبة لي أنا يعني ربما كان مفاجئ حتى للمخرج، لكن بالنسبة لي أنا لم يكن مفاجأة.